مشاهدينا الكرام، نرحب بالدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو لتسليط المزيد من الضوء على ما ورد في حديث الامين العام لهيئه علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري في الجزء الاول من الامسيه الرمضانيه. مرحبا بك دكتور رافع. حياكم الله. يا اهلا ومرحبا. الامين العام لهيئه علماء المسلمين اكد ان الملف العراقي لم يعد يتعامل معه على انه ملف مستقل، بل هو مرتبط بالملف السوري وكذلك الملف اليمني. ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني من بعد احتلال العراق لغاية الآن حاولت الولايات المتحدة وكل الأطراف التي ساهمت في احتلال العراق، وأهم الطرف الإيراني الشريك لأمريكا في احتلال العراق وتدميره، حاولوا أن يسحبوا العراق إلى الظلمة، حاولوا أن يسحبوا قضية العراق إلى الظلمة للحد اللي يوصل العالم بأنه يقتنع أن ما وصل إليه الحال في العراق هو الحال المطلوب، هو الحال الذي يجب أن يستقر عليه العراق، والكل يجب أن يعترف بهذا الوضع الذي أوجدته أمريكا، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، هذا هو المطلوب للعراق، هذا هو العراق الجديد، وعليهم أن يتعاملوا معه بكل أريحية وتفتح له الأبواب. وهذا ما حصل خلال الفترات الماضية، شاهدنا السفارات كلها فتحة، وبالذات السفارات العربية، تقارب عربي بدفع أمريكي واضح بهذا الاتجاه. الملف العراقي كان يوضع إلى الخلف دائما، هناك ملفات أكثر سخونة بدأت تظهر، هم يعتقدون هكذا، ملف السوري، الملف اليمني، هكذا كانوا يتعاملون فيما يعتبرون أن الحالة العراقية قد استقرت على هذا الوضع ويجب التعامل معها بهذا الحال ويكفي، ونتعامل مع الملفات الأخرى. لذلك كان الوضع، كان الملف العراقي دائما إلى الخلف، وهو في الحقيقة هو أساس كل هذه المشكلة الكبيرة، كل هذه الفوضى التي تعم المنطقة العربية في سوريا، في اليمن. العراق بدأت الكارثة هنا في احتلال العراق عام 2003، ومنها بدأت الانهيارات الباقية. هم يريدون أن ينسوا الناس هذه الجذور، هذه المشكلة، ويتعاملوا مع معطيات ما جاء ما بعد الاحتلال. هكذا هي الصورة. لذلك يعني الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري سلط الضوء على هذه النقطة بالذات لكي يوضح لماذا هناك سعي أمريكي إيراني لجعل العراق ملفا منسيا، ملفا متأخرا، الكل يجب أن يتركه لحاله، الوضع في العراق مستقر بهذه الطريقة، لكنه أسوأ وضع الحقيقة، هو وضع سيء جدا جدا. الوضع العراقي إذا ما ردنا نتكلم عن الكارثة، كارثة بكل معنى الكلمة، وضع سيء ومنهار جدا، لكنهم لا يريدون أن تظهر هذه الكارثة، لا يريدون أحد أن يسلط، لا يريدون لأحد أن يسلط الضوء عليها. يكشف الدكتور، تطرق الأمين العام أيضا إلى موضوع ما قيل عن مشاركة العراقيين بعد عام 2003 بمشروع الإعمار والبناء. أين ذهبت هذه المشاريع؟ لماذا لم نراها حتى هذه اللحظة تطبق؟ اساسا الحقيقه، وهذه واحده من الـ يعني الكذبات الكبيره في قضيه العراق، في قضيه مشروع العراق، هذا العراق الجديد الذي ادعوا، قالوا ان العراق سيكون عراقا مزدهرا جديدا، واطلقوا عليه تسميه العراق الجديد لكي يفصلوا بين العراق الذي تاسس، يعني العراق الحديث تاسس من عام 1921 لغايه 2003 تاريخ احتلاله. قالوا ان هناك اعمارا، ازدهارا، العراق سيكون نموذجا في كل الدنيا، ويتحدثون عن مشاريع. الحقيقة أثبتت 16 سنة، وهذا ما تحدث عنه الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى، تحدث عن الكارثة التي حصلت في العراق، واقع هذه الكارثة لا تحتاج الآن إلى أدلة، 16 سنة كافية لأن تقول للناس انظروا ما هو حال العراق، أين هذه المشاريع التي تحدثون عنها، أين هذا الازدهار، أين الوحدة المجتمعية، أين الوحدة الوطنية، كل الأشياء مفقودة، أين الاقتصاد المزدهر، أين السياسة المنسجمة مع بعضها ومع الآخرين، أين المشروع الذي يلم العراقيين جميعا، أين الهوية الوطنية الواحدة التي تلم الجميع. العراق ممزق، مهجرين، مهاجرين، فقراء، الآن لدينا، وهذا ما أشار إليه ربما لم يشر بنقاط لكنه يتحدث بالعناوين الرئيسية، وهذا يعني دكتور مثنى يعني الأمين العام لهيئة علماء المسلمين تحدث عن العناوين الرئيسية، وتحدث بعد ذلك بتفاصيل معينة، لكن في العناوين الرئيسية على الناس أن تفهم
أن عندما يقول أن الوضع كارثي في العراق عليهم أن يعرفوا أن في العراق فقر مدقع الآن 10 ملايين تحت خط الفقر، هناك بطالة أكثر من 60%، هناك مخدرات، هناك أمراض، هناك ضياع للخدمات، هناك الهوية ممزقة، الميليشيات مسيطرة، أمن مفقود، هذه كلها الصورة المأساوية موجودة. هذه الصورة المأساوية 10 ملايين تحت خط الفقر، بطالة أكثر من 60%، والكثير من الأمور، الانتشار المخدرات والأوبئة. ولكن هنا نتساءل عن طبيعة العلاقة ما بين الشعب العراقي والعملية السياسية. لطالما أقطاب العملية السياسية إلى الآن بعد مرور كل هذه السنوات يتحدثون عن أنهم هم الخيار الأفضل. لاحظ أستاذ سمير، طوال هذه السنوات من عام 2003 لحد الآن، وحديث الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري كان واضح في هذه القضية، قال إن الشعب رافض لهذه القضية. مظاهر هذا الرفض كانت تخرج التظاهرات من بداية الاحتلال إلى اليوم، تظاهرات رافضة لكل هذه، يعني نعم تطالب بخدمات، تطالب بكهرباء، تطالب بأي شيء، لكنها جزء من حاجات حياتية هذه غير متوفرة. يطالبون بمدارس جيدة، يطالبون بصحة، بمستشفيات، بطرق معبدة، بكل شيء. بهذه وصلت إلى الحد الذي يطالبون بوجودهم، بحياتهم، بهوية العراق، وصلت إلى هذا الحد، للحد اللي وصلت آخر انتخابات في عام 2018 اللي جرت هذه آخر انتخابات، ووصلوا إلى هذه الحكومة اللي هي أضعف حكومة في هذه الفترة اللي شكلت من عام 2003 لحد الآن، واللي لحد الآن غير متكاملة، وقالوا عنها أنها يعني تكنقراط وغير محاصصية، وبالتالي هي المحاصصة والتوافقات المحاصصية هي التي تؤخر إكمال هذه ما يسمونه الكابينة الحكومية. الدليل الواضح على أن الشعب يرفض هذه العملية السياسية ويرفض واحد من أوجهها الرئيسية اللي هم يتفاخرون بالانتخابات، أنه 83% من الشعب العراقي لم يشارك في الانتخابات الأخيرة، رفضها. هذا الرفض لم يأتي اعتباطا، هذا رفض قرار عقلي وقرار برؤية واضحة. كان القرار أن نرفض المشاركة، بمعنى أن نرفض هذا الوجه الأساسي من العملية السياسية، وبالتالي إحنا رافضين العملية السياسية وما تمثله من أحزاب وقوى تسمي نفسها إسلامية وهي بعيدة عن الإسلام، تسمي نفسها وطنية وهي بعيدة عن الوطنية، تسمي نفسها نزيهة وهي غارقة في الفساد والخراب والتدمير والقتل والدماء، تسمي نفسها ديمقراطية وهي غاية في الاستبداد وهضم الحقوق وقتل الناس حتى على الكلمة. لذلك شاهدنا أنه من واجه المتظاهرين، من كان يواجهه، هي ميليشيات تقتل وتسحل وتغيب الناس. هذا هو الواقع. دكتور، كل ما وضعت هذه الحكومة أو الحكومات السابقة بالزاوية، انحصرت بالمطالبات الشعبية بتوفير ما تطمح إليه هذه الشعوب، نرى بأن السلطة الحالية تحمل المعارضة مسؤولية الخراب والفشل الذي يحدث لها في العراق، وتقول بأن هناك أطراف أخرى تتدخل من أجل إيقاف عجلة البناء والتنمية. هل فعلا اللوم يقع فقط على الأطراف المعارضة؟ أساسا لا لوم يقع على الأطراف المعارضة، إذا كانوا يقصدون الأطراف التي تناهض العملية السياسية وتناهض احتلال العراق، هذه الأطراف هي التي تريد خيرا للعراق وهي التي تسعى إلى خير العراق. الحقيقة هؤلاء من يحكمون العراق ومعهم المحتل ومعهم إيران هم من أرادوا للعراق أن يصل إلى هذا الدرك الأسفل من الهاوية، هم دفعوا بالعراق إلى هذا الاتجاه، هم ركبوا هذا القطار الذي صممته أمريكا ووضعته على السكة لكي يوصل العراق إلى هذا المستوى. الفساد في أعلى مراحله، الخراب في أعلى مراحله، هوية العراق ممزقة. العراق حتى عندما كتبوا الدستور، يعني بالعودة إلى الدستور، كتبوا الدستور معتمد على المكونات لم يعتمد على المواطن، فبالتالي هم من البداية قالوا أنه هذا الدستور مفرق وليس موحد للعراقي. كل دساتير الدنيا توحد الناس، توحد الشعوب، إلا الدستور العراقي الذي كتب بطريقة، حتى الدستور الأمريكي اللي كتبه، يعني فيلدمان الذي كتب الدستور العراقي يعني هو أمريكي، لكن دستوره هو يوحد، مع أنه مجموعة من المهاجرين في أمريكا. والشعب العراقي شعب أصيل، شعب له عمق بالحضارة، له عمق بالتاريخ، 8,000 و10,000 سنة في عمق التاريخ، لكن يريد يمزقوه بهذه الطريقة طائفيا وإثنيا. وبالتالي عندما نعود سنجد أنه هم أساس الخراب، عندما أسس مجلس الحكم بالمحاصصات الطائفية
عدد من الشيعة، عدد من السنة، عدد من الأكراد، عدد من التركمان، وهكذا كانت بداية وضعوا اللبنة الأساسية، وهذه متفقين عليها حتى من قبل هذا بمؤتمرات ما يسمى بالمعارضة العراقية في لندن وصلاح الدين وغيره. وتحدث عن السيد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الظاهري، تحدث عن هذا الموضوع. هذه كان جزء من اتفاقاتهم التي نفذوها، هم مجرد أدوات لتنفيذ مشروع لتخريب العراق، لتدمير العراق. مشروع احتلال العراق هو مشروع تدمير العراق، يجب أضعاف العراق، وإيران المساهم الأول والأساسي في تدمير وأضعاف طيب. العراق، وهذا مصلحته. في طبعا لعل المشهد الأبرز دوليا الآن هو هذا التصعيد ما بين الولايات المتحدة وإيران، عرج عليه الدكتور الضاري أيضا وقال بأنه يعني لا يرجح أن يكون هناك مواجهة عسكرية أو تطور في هذا التصعيد لمواجهة عسكرية بين الطرفين. وهذه البارجات طبعا والتحركات العسكرية في الخليج، يعني إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الدكتور الضاري؟ أولا رؤية الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام هيئة علماء المسلمين دقيقة جدا وواضحة جدا وصحيحة جدا. الوضع وضع يعني من يروجون إلى أن هناك صداما عسكريا سيحصل بين الولايات المتحدة وإيران يعيشون، أما يريدون على الأغلب هم يريدون أن الآخرين يعيشون في وهم هذه القصة وهذه الفوضى الكبيرة. لا حرب يمكن أن تقع بين إيران، كل الأدوات عندما تحسب النقاط، عندما ترى الواقع جيدا، ستجد أن القضية بعيدة عن المواجهة العسكرية. هناك ترتيبات معينة، هناك خطط معينة يراد لها التنفيذ، هناك ابتزازات معينة، هناك توازنات معينة يراد ضبطها. هذا ليس أكثر من هذا. هذه القوى التي تحركت السبنان مدفوعة المبالغ ومدفوعة التدريب، جزء من تدريبهم مدفوعة كلها، وبالتالي إيران تعرف والولايات المتحدة تعرف، والتصريحات واضحة، يعني تصريحات ترامب وتصريحات الإيرانيين المسؤولين الإيرانيين واضحة أن لا حرب، لكن يريدون أن تعيش المنطقة، يعيش أهل العراق، يعيش أهل الخليج، يعيش العالم كله، يعني واقع حالة من حالات الحرب، وهي بعيدة جدا جدا عن حالات الحرب نهائيا هذه الحالات. ومهما تحدثوا عن هذا الموضوع ليس هناك استعدادات لا سياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية ولا توجهات استراتيجية لدى الولايات المتحدة لمثل هذه الحرب. إيران لديها وظيفة خادمة للولايات المتحدة في مشروع حل السيطرة على المنطقة كلها ولتسويق إسرائيل دولة شرعية. ربما هذا يقودنا إلى وصف من الدكتور مثنى عن إيران، وصفها بأنها نمر من ورق، لكن هناك من يروج لإيران أنها قوة مخيفة في المنطقة، مسيطرة ومرعبة أيضا للدول المحيطة. أين الحقيقة فيما يحدث؟ هناك أستاذ محمد لامع وملمع، هناك شيء لامع، هو لامع بالأساس ولمعانه يخرج من ذاته، من قدراته الذاتية ومن قوته الداخلية، وملمع غير شكل. إيران ملمعة، إيران ليست كما يتحدثون، إيران لديها مشاكل داخلية كبيرة حقيقة. عندما يقول الدكتور مثنى حارث الظاهري أن إيران نمر من ورق، وصف دقيق جدا جدا لهذا الحال، لأنه إيران بالذات عندما تدخل إلى، يعني إذا تحدث عن الداخل الإيراني ببساطة جدا ستلاحظ أن هناك الشعب الإيراني 80 مليون، نحو 40 مليون هم تحت خط الفقر في إيران، الوضع الاقتصادي وضع مزري، 40 مليون تحت خط الفقر، إضافة لهم إذا تضيف إضافة لها حوالي 30 مليون واحد أيضا من الشعب الإيراني فقراء، فشريحتين، شريحة تحت خط الفقر وشريحة الفقراء، فبالتالي أنت لديك 70 مليون إيراني هم من الفقراء معدومين، 10 ملايين فقط هم أصحاب المؤسسات، هذه ما تسمى المؤسسات الدينية وأصحاب العمائم وأصحاب الحكم والحرس الثوري، هؤلاء ذولا أبناء المسؤولين، ذولا المستفيدين، ولديهم شركاتهم ولديهم أموالهم ولديهم فسادهم الكبير جدا. هذه واحدة. ثانية، 60 إلى 65% من البطالة العالية في إيران، 11 مليون يعيشون في العشوائيات من الإيرانيين، 4 ملايين مدمني مخدرات يراجعون المستشفيات بشهادات طبية، يعني عدد الذين لا يراجعون المستشفيات ربما العدد أكبر. إحصائيات رسمية، هذه الإحصائيات الرسمية 4 ملايين، ربما الإحصائيات غير الرسمية، العدد الذي لا يراجع ويخافون من المراجعة حقيقة، أصحاب المخدرات يخاف يراجعون، فذولا عددهم أكبر جدا. فأنت لاحظ هذه الكارثة اللي موجودة، إضافة إلى كل هذا
الإيران كشعوب مؤلفة من قوميات كثيرة. يعني هم يتحدثون عن العراق، العراق مكونات، هذه كذبة كبيرة لكي يقولوا أن العراق شكل جديد وكأنه العراق يعني فد نموذج جديد. كل هذه الدول فيها من مكونات أكثر من العراق، وإيران أولا. إيران لديها قوميات كثيرة، لديها البلوش ولديها العرب ولديها تركمان ولديها أكراد ولديها أذريون وغير كثير، وكل هذه لديها حقوق ولديها هضم لهذه الحقوق. المستحوذين على كل الحقوق هم القومية الفارسية فقط، وهؤلاء هم الذين يحكمون، الباقين كلهم لديهم حقوق ولديهم مطالب ولديهم انتهاكات تنتهك بحقوقهم. هذه كلها مثل القنبلة الموقوتة ربما تنفجر في أي لحظة. إيران تريد أن تدفع بكل مشاكلها إلى الخارج، مشكلة إيران الآن تدفع بمشاكلها إلى الخارج، ولا أفضل من الخارج إلا الساحة العراقية أن تكون هي ساحة لتصريف مشاكلها. هذا هو، هذا ما يحدث. لذلك تحدث الدكتور مثلنا عن أن إيران نمر من ورق، هي فعلا نمر من ورق. هذا الحصار الآن اللي مفروض عليه هو حصار لا شيء مقارنة بالحصار الذي فرض على العراق، لا شيء. لو فرض نصف الحصار أو ربع الحصار الذي فرض على العراق خلال سنوات من 90 إلى 2003 لكانت إيران قد سقطت وانهارت. لكن الحصار اللي مفروض عليها مع ذلك، وصل التومان الآن خلال الستة أشهر الماضية فقد أكثر من 80% من قيمته، فقدها التومان العملة الإيرانية. فبالتالي وضع سيء جدا، لكن أمريكا تحاول أن تجاملهم، لا تريد أن تسقط هذا النظام، لأنه هذا النظام لديه وظيفة تفيد أمريكا في التخادم في المنطقة لكي تهدد بها، لكي تبتزها، لكي تنفذ مشاريع بها. أيضا دكتور رافع، في قضية التصعيد الأمريكي الإيراني، لطالما ما تقدم الحكومة في العراق نفسها كوسيط إقليمي بين الطرفين، هل تمتلك مقومات الوسيط الإقليمي حكومة العراق وهي إلى الآن منقوصة؟ يعني هذا من المواضيع المضحكة الحقيقة. ربما يعني يوم أمس كان الدكتور يعني في إحدى إجاباته، وكانت إجابة طريفة جدا، عندما قال هل يعني أنت تحدثني بكل عقلك، عندما قال حقيقة عندما يسمع الإنسان مثل هذا الكلام يعني لا رد له إلا أن تأتي هذه العبارة، يعني كل عقلك عندما تسألني هذا الموضوع. هؤلاء على حد وصف الكثيرين الذين نقرأ لهم يقولون، وهذه واقع الحال، عشائر بيناتهم غير قادرين أن يحلوا المشاكل بين هذه الحكومة غير تدخل بين أطراف وميليشيات قاضية عليها، هي تقول أنه قاضية عليها وهي تحكمها، ما قادرة تحكمها، هي ما قادرة تحكم خارج المنطقة الخضراء، ليس لها سيطرة على كل العراق. مشاكلها مع الأكراد وصلت إلى الحد الذي كنا شاهدناه، وصلت إلى وين. فبالتالي هي غير قادر، غير ممتلكة لا سيادة، وهم والكل يعرف أن هؤلاء الذين في الحكومة وفي البرلمان مجرد أدوات. من نصبهم؟ نصبهم الخارج، نصبتهم إيران ونصبتهم أمريكا، فبالتالي هم أدوات إيرانية وأدوات أمريكية. فكيف يمكن لهذه الأدوات أن تكون وسيطا بين من يأخذون مشروعا كبيرا يحاولون اللعب على أطرافه ويحاولون؟ هذه وظيفة. إذا ما قررت أمريكا وقررت إيران أن تعطي لهذه الحكومة وظيفة من هذا الشيء سنجد، لكنها بالمقدرة بالوضعية حكومة غير شرعية في بلد ليس فيه سيادة، ليس فيه استقلال، معرض إلى كل النكبات والنوائب، غير مؤهلة أساساً أن تحل أبسط مشاكل المجتمع العراقي، فكيف بها أن تحل مشاكل الخارج وتتوسط للخارج؟ هذه كذبة كبيرة. دكتور، تطرق الأمين العام إلى موضوع الدور العربي، والرجل لم يبدي تفاؤل بالدور العربي من أجل كبح جماح إيران في العراق. ما مردود عدم التفاؤل بالنسبة للقضية العربية؟ حقيقة دكتور مثلنا حارث الضاري الأمين العام هيئة العلماء المسلمين كان أيضاً دقيقاً جداً جداً في، ويوم أمس استمعنا إلى حديث يعني فيه إضاءات واضحة على الكثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة ويعاني منها العراق. يعني ما يتصل بالعراق، هو الرجل يتحدث عن الموضوع العراقي، لكن تبعات الموضوع العراقي، استطالاته تجعله يتحدث عن من يؤثر بالموضوع ومن له علاقة. فبذلك الوضع العربي، الوضع العربي تعامل مع العراق من عام 2003 لحد الآن تعامل غريب عجيب. أولا الإرادة العربية الرسمية هي إرادة
يعني غير خالصة غير قادرة لا يمتلك الإرادة، يعني النظام العربي الرسمي لا يمتلك إرادته، فلذلك تعامله مع العراق كان تعامل سيء. ومن البداية عندما أعطي مقعد العراق لحكومة تحت الاحتلال، حكومة شكلها الاحتلال، كانت أكبر كارثة ولم تحصل، وضد حتى ميثاق الجامعة العربية. يعني ميثاق الجامعة العربية عندما أعطى المقعد لفلسطين أعطاها لمنظمة التحرير الفلسطينية كونها هي الجهة المقاومة، كان المفروض يعطيها للمقاومة العراقية ولا يعترف باحتلال للعراق واحتلال العراق بقرار من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة سمته احتلال واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا هي دول احتلة، فيعني ما يحتاجون، لكن مع ذلك تعاملوا. عموما والأطراف العربية تعاملت مع العراق، وهذا ما أشار إليه الدكتور مثنى حارث الظاهري، يعني بجزئيات، لم تتعامل بشكل كامل ولم تتعامل مع كل، يعني لم تتعامل كلها وفق رؤية عربية، إرادة عربية تريد الحل العراق، تسعى لحل العراق، لحل المشكلة في العراق، لمساعدة العراقيين أبدا. فلذلك تحركت بعض هذه الأطراف وهذه الأطراف بهذا الاتجاه. وهناك ضعف كبير الوطن العربي الآن، الأقطار العربية عموما، دول العربية كلها تعاني من أمراض كثيرة داخلية وخارجية، من ضغوطات كبيرة داخلية وخارجية. الآن خذ الموضوع، يعني موضوع الصراع الإيراني الأمريكي، هذا جزء من عند اللعبة الأمريكية الإيرانية الابتزاز، وبالذات اللعبة الأمريكية الابتزاز هذه الدول. يعني لاحظ أنا أقرأ يعني مثلا فاتورة التسليح لدول الخليج بس والعراق خلال 2018 وهذه الشهرين الثلاثة اللي مضت من يعني الأربعة أشهر اللي مضت من عام 2019 أكثر من 950 مليار دولار فقط فاتورة التسليح. هذه كلها من أمريكا، عدا فاتورة التسليح من دول أخرى، هذه كلها جزء من صفقات كبيرة جدا جدا يجب أن تبقى ويجب أن تبتز بها هذه الدول، ويجب أن تبقى هذه الدول بعيدة عن التدخل بالموضوع بالملف العراقي بشكل حقيقي وبشكل صادق وبشكل يعيد الحق إلى أصحابه، يعيد الحق، أنا أقصد أصحابه، يعيد الحق إلى الشعب العراقي. هناك يعني بعد احتلال العراق النفوذ الإيراني ملأ جميع الفراغات في العراق، ليس فقط في العراق، في سوريا، في اليمن، في الكثير من المناطق في المنطقة. الآن النظام الرسمي إذا كان لا يمتلك إرادته كما وصف الدكتور، يعني ما هو المطلوب توفره عربيا كي تكلل هذه الجهود العربية الرسمية لكبح جماح الهيمنة الإيرانية؟ الحقيقة الوضع العربي غير مهيئ لأن يعني يواجه مشاكل خارجية، يعني عليه أولا الوضع العربي، وهذا يعني لا أستطيع أن أنصح هذه الدول، لكن بقدر ما كرؤية مشاهد متابع محلل الوضع أقول إنه مشاكلهم الداخلية عليهم أن يحلوا مشاكلهم الداخلية أولا، تكون لديهم إرادة عربية، إرادة وطنية أولا لخدمة من يريد إنقاذ العراق، هو بالتأكيد يريد إنقاذ نفسه. العراق بؤرة للفوضى، بؤرة للخراب، ساحة إيرانية للاعتداء على الآخرين، لمشروع أمريكي وإيراني للتمدد ولخراب والضغط على الآخرين. إذا ما فكروا بشكل منطقي وعقلاني سيجدون أن القرار الصائب هو مساعدة العراقيين، الوقوف مع العراقيين ضد كل ما يحدث لهم، إنقاذ العراق من السقوط بأيدي إيران بهذه الطريقة وبأيدي الميليشيات وبأيدي الفساد وبأيدي الخراب، إعادة العراق إلى وجه الحقيقي، إعادة وجه العراق الحقيقي، هذا الذي ينقذ دولهم. ولا إذا بقيت هذه الفوضى، هذه النار وهذه الفوضى بدأت تنتقل إليهم الآن في داخل غرف نومهم، في داخل مخادعهم الآن النيران، مشاكل كبيرة جدا داخل هذه الدول، ما نشاهده في اليمن، ما نشاهده في لبنان، دول الخليج، في مناطق، في سوريا، في مناطق كثيرة، جزء منها من تداعيات ما يحصل للعراق وما سيحصل للعراق وامتداد واستمرار هذا الوضع في العراق. شكرا لك ضيفنا الكريم، ضيف استوديو الرافدين الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم دكتور. بارك الله فيكم.